البلدية اللي تشاهم هذو اللي فيهم المحيطات هما كون بلدية حاسي مسعود، بلدية نكوسا، بلدية الرويصات، وبلدية سيدي خويلد. هذو فيهم 8 محيطات فلاحية المجموعة تاعهم، حيث تم تقسيم ما يقارب 72,000 هكتار على 99 مستفيد. وكانت فيه مسبقا كانت جرات عملية تطهير أولية، حيث تم استرجاع 33 قطعة بمساحة إجمالية تفوق 18,000 هكتار. إن شاء الله هنكونوا في دفع نتاع كمية نتاع 100,000 قنطار سنويا للمؤسسة نتاعنا اللي حتكون تساهم ب 100,000 قنطار سنويا. عدد العمال إن شاء الله يكونوا ما بين 30-40 عامل دائمة وما بين 60-70 غير دائمة. احنا كمستثمرين صحيح تحصلنا على عقد امتياز وعلى عقود نتاع حفر الابار، رخص حق حفر الابار. نشكر الدوله الجزائريه وعلى راسها السيد رئيس الجمهوريه. فلاحه وحنا مستثمرين فلاحيين وكنا نستنوا في هذا صراحه هذا الاستفاده لان تسهلنا من نزيدوا في الاستغلال الاراضي.